بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي لمادة التاريخ، أحييكم وأقدم لكم من على منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم الحصة الثالثة في مراجعتنا. النهاردة هنبدأ الوحدة الثانية مع الدرس الأول. إحنا قلنا النهاردة نعمل لكم أسئلة على الدرس الأول من الوحدة الثانية اللي هو بيتكلم على الأخطار اللي واجهت الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ما نبدأ في أول سؤال، عايزة أفكركم بس الدرس بيتكلم على إيه؟ الدرس بيتكلم على أحوال الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إن ما كانش النبي بعد ما يعني قبل ما هو يموت ما كانش قايل لحد إن هو يبقى بعده في الخلافة أو إن هو يحكم الدولة الإسلامية. فإحنا هنشوف بقى في الدرس ده النهاردة هم اختاروا مين واختاروه على أساس إيه، وبعد كده هنشوف أخطر حاجة واجهت الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حروب إيه؟ حروب الردة. هنعرف أسبابها وأنواعها ونتائجها، وبعدين ندخل على فلسفة الفتح الإسلامي، نشوف الفتوحات الإسلامية كانت يا ترى الفتوحات دي علشان تسفك الدماء الناس وتاخد وتستعمر وتاخد الحاجات بتاعتهم والخيرات بتاعت الأراضي اللي موجودة اللي يفتحوها، ولا كان الفتح الإسلامي له فكر إن هو بينشر كلمة أن لا إله إلا الله وأن محمد من رسول الله، وإن هو بيخرج العالم من الظلمات إلى النور. وهنشوف المبادئ اللي قام عليها الفتح الإسلامي اللي هي هنشوفها بالتفصيل واحدة واحدة وهنناقشها، اللي هي كلها تدعو إلى المواطنة والسلام وحب الآخر و التعامل معه بسلام. تعال نبدأ مع بعض أول سؤال لينا في الدرس بتاعنا النهاردة. الدرس السؤال بيقول إيه؟ تأثرت حياة المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية إيه؟ تفتكروا أنتوا يا شباب لما الدولة الإسلامية القائد بتاعها الحاكم بتاعها يتوفاه الله، يبقى أكتر جانب من الجوانب بتوع الدولة اللي هتتأثر بيه جانب اجتماعي ولا اقتصادي ولا عسكري ولا جانب سياسي؟ اكيد هيبقى الجانب ايه؟ اكيد هيبقى الجانب السياسي. الجانب السياسي لان وفاة النبي هو اللي بيحكم الدولة الاسلامية. طيب نشوفها منين؟ نشوفها مكتوب عندما شوفوا كده الصفحة بتاعت كتاب المدرسة عندكم صفحة 48. عندما علم صحابة رسول الله نبأ وفاته اجتمع الانصار في اليوم نفسه بسقيفة بني سعدة لاختيار من يتولى أمر المسلمين بعد النبي. ليه بقى؟ أبصوا بقى، حفاظا على الدولة الإسلامية، حفاظا على الدولة الإسلامية هنحافظ عليها بعد وفاة النبي من إيه؟ من الناحية السياسية. طيب يرجع اختيار الأنصار لسعد بن عبادة، يا ترى هم اختاروا سعد بن عبادة لأسباب إيه؟ هم مين اللي اختاروا أصلا؟ الأنصار ولا المهاجرين ولا المسلمين كلهم؟ انا عندي طبعا المسلمين كانوا بينقسموا لانصار وايه ومهاجرين. طيب احنا هنا الاختيار من مين؟ من جانب مين؟ من جانب الانصار. طب اختاروا سعد بن عبادة، هم اختاروا سعد بالذات؟ السؤال هنا خلي بالك، رأس السؤال بيقول بيسألك ليه هم اختاروا سعد ابن عبادة، ليه اختاروا سعد؟ ما قالوش ليه اجتمعوا بسرعة واختاروا سعد، يعني ايه ليه اجتمعوا بسرعه دي؟ يعني هنا بيسال على ليه اجتمعوا، اسباب الاجتماع. هنا ما بيسالنيش على اسباب اجتماعهم، هو هنا بيسالني هم ليه في الاجتماع اختاروا سعد بن عباده. يرجع لاسباب علميه عسكريه اجتماعيه دينيه. طبعا لو جيت اشوف هنا بصوا كده معايا في السطر الثاني برضو، فالتفوا اللي هي لما اجتمعوا الانصار في سقيفه بني سعده، السطر اللي احنا قراناه في الاول، فمكتوب هنا ايه؟ فالتفوا حول سعد بن عبادة زعيم الخزرج. يبقى أسباب اختيار سعد بن عبادة من جانب الأنصار لأنه كان زعيم الخزرج، يبقى ناحية هنا إيه؟ ناحية اجتماعية، دي ناحية اجتماعية. السؤال اللي بعد كده، طيب قبل ما أشوف السؤال اللي بعد كده عشان نبقى حاطين الإيه؟ المعلومة كاملة. طب لو أنا سألتك وقلت لك أسباب الاجتماع، ليه المسلمين اجتمعوا بسرعة في ثقافة بني سعد، الأنصار ليه اجتمعوا بسرعة بعد وفاة النبي؟ هنا بقى ما تقوليش بقى علشان يختاروا سعد زعيم عشان زعيم الخزرج، لأ، هنا عشان يحافظوا على إيه؟ حفاظًا على الدولة الإسلامية من التفكك من الضياع، يعني من الناحية السياسية. السؤال الأولاني اللي إحنا كنا قلناه. ندخل في السؤال اللي بعد كده بيكلمني بيقول لي إيه؟
اتسم طابع اجتماع ثقيفة بني سعدة في بدايته بطابع العصبية القبلية التي تعد أحد ملامح. بصوا كده، الوقت مين اللي اجتمع يا شباب؟ اللي اجتمع الأنصار، والأنصار اختاروا مين؟ اختاروا واحد من المهاجرين ولا اختاروا واحد منهم؟ اختاروا واحد منهم. يبقى دي عصبية ايه؟ دي عصبية قبلية، متعصبين لمين؟ لبني قومهم. طيب دي تعتبر شفناها في ايه؟ شفناها في حضارة شبه الجزيرة العربية. مظاهر الحضارة في شبه الجزيرة العربية في الأول خالص قبل ظهور الإسلام، يعني إذن دي كانت بتعد أحد ملامح إيه؟ ملامح الجاهلية، لا ديمقراطية ولا مدنية ولا ديكتاتورية. نشوف اللي بعد كده. كان سعد ابن عبادة زعيم الخزرج، هو أول من تم اختياره يتولى أمر الدولة الإسلامية، تمام؟ إلا أن اختياره كان غير دستوري. السؤال ده أنا كنت جبته لكم في فورم من الفورمات اللي أنا اللي هو الاختبار الإلكتروني اللي الولاد اللي كانوا بيتابعوني أخدوا الفورم ده من على الشات وحلوه لي. طبعا السؤال ده عشان مهم فأنا جبته تاني علشان لازم نفهمه مع بعض. هو الوقت مين اللي اختار سعد؟ اللي اختاره الأنصار، يعني بني قومه، مش كل المسلمين اختاروه، صح؟ يبقى إذن هم كان الاختيار بتاعهم ده مش دستوري، مش قانوني. ليه؟ لأنه بيمثل الخزرج من الأنصار، ولا أنه ليس من السابقين في الإسلام، ولا عدم اجتماع المسلمين على اختياره، ولا أن اختياره كان بالإكراه. طبعا ما هوش كان بالإكراه ولا حاجة، هو كان بيمثل الخزرج من الأنصار، بس مش ده السبب اللي خلاه غير دستوري. اللي خلاه غير دستوري إن المسلمين كلهم مش هم اللي اختاروه. ما هو دستوري يعني إيه؟ حاجة دستورية يعني إيه؟ حاجة دستورية يعني حاجة قانونية الكل موافق عليها، فبقول عليها دستوري. فأنا عندي هنا اللي وافق على سعد بن عبادة أو اللي تم ترشيح سعد بن عبادة إن هو يحكم الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان أنصاره، كان أصحابه من الأنصار، يبقى ما كانش كل المسلمين مختارين سعد ابن عبادة، يبقى ده إجابة السؤال. طيب السؤال بعد كده، كان اختيار الخليفة أبي بكر الصديق في سقيفة بني سعدة نموذج يحتذى به في تطبيق مبدأ. بصوا كده، يا ترى مبدأ الحرية، المساواة، العدل، الديمقراطية، أنا مبدأ من المبادئ دي؟ والله كل الحاجات دي كانت جميلة جدا وظهرت لي من المسلمين، بس أنا عايزة أكتر حاجة دقيقة في هذه الاختيارات. طب نجيبها منين؟ تعال نشوفها كده، نجيبها من الكتاب نفسه ونشوف هي دي إيه. تعال نشوف الإجابة بتاعتها من الكتاب، نقرأها ونقول إيه؟ إحنا نقول إيه؟ بنقول اختيار أبو بكر الصديق، كان اختيار أبو بكر الصديق ماله؟ ها؟ كان اختيار الخليفة أبو بكر في صفيق نموذج يحتذى به في إيه؟ تعال نشوف كده، أهو هنقرأها مع بعض. أدي عندك أهو، إحنا قرأنا السطرين الأولانيين عشان ما نضيعش وقت. وعندما علم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ها؟ إيه إن في الأنصار مجتمعين، طيب. ده ايه بقى؟ ها؟ عملوا ايه؟ دارت المشاورات بين الطرفين. دارت المشاورات بين الطرفين. طب لما اقول دارت مشاورات بين الطرفين اللي هم الانصار والمهاجرين واتفقوا في الاخر على ابو بكر، يبقى كان اختيار ابو بكر اهو، اتفقوا على ابو بكر، يبقى السؤال انا بقول كان اختيار الخليفه ابو بكر في سقيفه بني سعده. ها؟ نموذج يحتذى به في تطبيق مبدا ايه؟ المشاورات تبقى دي يا اولاد؟ تبقى ايه؟ يبقى فيها ديمقراطيه. يبقى انا عندي الاجابه هي ديمقراطيه، خدناها منين؟ خدناها من كلمه المشاورات اللي تمت بين مين؟ اللي تمت بين المسلمين. طيب نشوف اللي بعده. اكد اجتماع المهاجرين والانصار، اجتماع المهاجرين والانصار اللي هي ايه؟ لما هم بايعوا ابو بكر الصديق في سقيفه بني سعد على اهميه مبدا ايه؟ احنا لسه قلنا من شويه في مشاورات، صح؟ اتشاوروا مع بعض، ما جوش المهاجرين ضربوا الانصار او ارغموا الانصار قال لهم لا ده احنا الصادقين في الاسلام وابو بكر لازم هو اللي يبقى هو الخليفه، لا ما عملوش كده. امال عملوا ايه؟ اتشاوروا مع بعض، قعدوا بيتشاوروا مع بعض. يعني اذا ده مبدا ايه؟ مبدا الشورى، وليس التعصب ولا الديكتاتوريه ولا مبدا المدنيه. السؤال اللي بعد كده، تبلورت في سقيفة بني سعدة. شوفوا احنا كل ده في نفس الصفحة، مش نفس الصفحة، ده احنا لسه في الثلث الأولاني من الصفحة، وممكن يبقى فيه أسئلة أكتر من كده بس مش هيبقى فيه وقت، فسامحوني لو كنت بقى إيه بشرح لكم بسرعة.
عشان نفسي اديكم اكبر قدر من الاسئله. طب الورد في سقيفه بني سعده جميع المهارات الاتيه عدا، برضو السؤال ده كان موجود في الفورم. طب الورد في سقيفه بني سعده، يعني ظهرت لي في سقيفه بني سعده جميع المهارات الاتيه عدا ايه؟ يعني هم هنا احنا قريناها اهي، ان المسلمين الانصار إيه ولما اجتمعوا هم وايه هم والمهاجرين، تمام، لما هم الاثنين اجتمعوا في سقيفه بني سعده بعد ما علموا ان هم بايه ان هم بيبيعوا سعد بن عباده المهاجرين، لما عرفوا كده وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر راحوا جاريين بسرعه ورايحين مجتمعين مع مين؟ مجتمعين معاهم في الاجتماع بتاع الانصار، فقعدوا ياخدوا يدوا مع بعض ويتشاوروا مع بعض، وقعدوا طبعا يذكروا بقى ابو بكر الصديق ده كان اول المسلمين وصديق النبي وهو اللي هاجر معاه وهو اللي تحمل كتير قوي في بدايه الاسلام وشرى العبيد، كل الحاجات ده ولاد اللي هي اسباب اختيار سيدنا ابو بكر الصديق. يبقى وهم بيعملوا الاجتماع ده، هل طب الورد ظهرت قيمه المواطنه؟ ظهرت قيمه المواطنه، صح؟ ظهرت. يبقى دي معانا، هو عايزنا نطلع واحده مش موجوده معانا، واحده ما كانتش مهارة، ما كانتش موجودة في الاجتماع. كان في قيمة المواطنة. طيب هل هم مجتمعين وقاعدين يتشاوروا مع بعض كان ده يعتبر إدارة للأزمات؟ لأن وفاة النبي يعتبر أزمة سياسية للدولة الإسلامية. طيب هل كان في مهارة اتخاذ القرار؟ لأنهم توصلوا في النهاية لاختيار سيدنا أبو بكر الصديق. طيب هل كان في فرض الرأي؟ لا، ما كانش في فرض الرأي، وبعدين فرض الرأي ده ما يعتبرش مهارة خالص. يبقى دي إجابة إيه؟ إجابة السؤال. طيب أنا لسه قايلكم من شوية سيدنا أبو بكر الصديق هم اختاروا ليه، فمش هنتكلم بقى فيها كتير. استنتج السبب الرئيسي اللي رجح كفة مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق إن هو يبقى خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي وصى باختياره؟ لا، النبي ما فرضش على المسلمين حاجة، ده ساب الأمر شورى بينهم. هل خبراته الإدارية؟ إحنا لسه ما شفناش خبرة لسيدنا أبو بكر الصديق من الناحية الإدارية، ما دارش لسه حاجة. هل دوره في الاسلام؟ شو دوره في الاسلام؟ هل قصد ثروته؟ لا طبعا، ما كانتش الثروه عمرها ما كانت هي المقياس عشان نختار حد يخلف النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هو دوره فين؟ دوره في الاسلام. نتج عن البيعه العامه لسيدنا ابو بكر الصديق كخليفه للمسلمين اكتسابه التأييد ايه؟ هو يا مس فايزه البيعه العامه ايه؟ هو انا مانيش عارف اصلا، ما كنتش حاضر مع حضرتك في الحصص بتاعتكم. البيعة العامة ايه؟ هو في بيعة عامة وبيعة تانية؟ كان في بيعة عامة وبيعة خاصة. سقيفة بني سعد اللي كنت بكلمكم عنها من شوية اللي اختاروا فيها سعد بن عبادة، ماشي، المهاجرين لما علموا بيها راحوا واتناقشوا وتشاوروا مع بعض، فقال لهم يا جماعة لا، المفروض يبقى ابو بكر الصديق، فوافقوا. دي بسميها بيعة خاصة، كانت بس على قد مين؟ على قد من حضر في سقيفة بني سعد من المسلمين سواء مهاجرين او انصار. البيعة العامة دي بقى اللي هي ايه؟ اللي هي النبي عليه ان سيدنا ابو بكر الصديق راح المسجد وكل المسلمين اللي حضروا عشان يبايعوا ابو بكر الصديق بيعوه في المسجد، فنسمينا دي البيعه الايه؟ البيعه العامه. طب اذا يبقى هنا سيدنا ابو بكر الصديق في البيعه العامه اللي موجوده في المسجد اكتسب هنا تأييد اخلاقي ولا شعبي ولا ثقافي ولا علمي؟ طبعا تأييد ايه؟ تأييد شعبي من كل المسلمين. طيب تعال نشوف بقى، ننتقل بقى لنقطة جديدة من نفس الصفحة ونروح بقى على الخطبة بتاعت سيدنا أبو بكر اللي هي باللون الإيه الأصفر ده اللي عاملة زي البردية دي، ونشوف الأسئلة اللي على الحتة دي. بس عبرت خطبة أبي بكر الصديق في البيعة العامة عن ملامح السياسة إيه؟ السياسة إيه؟ يعني لو إحنا قرينا دي بس مفيش وقت عشان أقراها معاكم، ارجعوا تاني للشرح بتاع الحصة وهتلاقوا كل حاجة بالتفصيل. لما نقرأ البيعة أو الخطبة بتاعت بيعة أبي بكر الصديق لما هو بيلقي هذه الخطبة على المسلمين مجتمعين في المسجد، كان بيوضع لهم إيه؟ هل السياسة الخارجية بتاعت الدولة ولا السياسة الداخلية ولا السياسة الاقتصادية ولا السياسة الأمنية؟ أنتوا لما تقرأوها يا شباب هتلاقوا إن هو كان بيضع لهم إيه؟ ملامح السياسة الداخلية، هو هيحكم البلد إزاي؟ هيحكم الدولة الإسلامية إزاي؟ هو بيطلب منهم يعملوا معاه إيه في الحكم؟ يبقى هي دي سياسة ايه؟ سياسة داخلية. طيب من خطبة أبو بكر الصديق بيقول ايه؟ ناخد بقى جزء كده من خطبة أبو بكر ونناقشه. أما بعد، أيها الناس، فإني وليت عليكم ولست بخيركم. يا سلام، يا سلام على التواضع، يا سلام يا سيدنا أبو بكر الصديق. تدل على
طبعا بتدل على التواضع، بس هو جايب لك هنا حاجة عن التواضع؟ حسن أخلاقه ولا حبه للعدل ولا رغبته في المساواة ولا تطبيقه للحرية؟ طبعا هو ما جابش هنا تواضع، يبقى احنا هندور على الحاجة المناسبة ليه. وليت عليكم ولست بخيركم، دي بتدل على ايه يا شباب؟ بتدل على حسن أخلاق أبو بكر الصديق، اللي هي التواضع، اللي هو حسن أخلاق أبو بكر الصديق. طيب طبعا لما نيجي نتكلم على حبه للعدل، انتوا هتلاقوا في الوثيقة دي، في الخطبة دي، كل القيم دي. طلعوا منها، انا عايزاكم تطلعوا منها ان في هنا حاجة، وهو بيخطب في عبارة بتقول ان هو بيحب العدل، في عبارة فيها بتدل على رغبته في المساواة، في تطبيقه للحرية. طلعوها، ولو ما عرفتوش طلعوها ارجعوا للشرح بتاع الحصة. طيب نشوف تاني من خطبة برضو سيدنا أبو بكر الصديق، بيقول لهم ايه؟ إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. يا سلام، يعني شوفوا التواضع برضو، في إن هو إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، مقولة عظيمة بترسخ مبدأ إيه؟ شوفوا هو ما جابليش صفة من صفات أبو بكر، هو جاب لي حاجة من الناحية السياسية. لما يقول للشعب، للدولة، للرعية، لو أنا عملت كويس خليكوا جنبي وقفوا معايا وساعدوني، ولو لقيتوني مش ماشي على الصراط، مش ماشي على الحاجة الصح، حاولوا من انتوا تقوموني، ترجعوني للصواب. ده معناه ايه؟ معناه نفهم منه الفصل بين السلطات، الأمة مصدر السلطات، الجهاد في سبيل الله، طاعة ولي الأمر. طبعا انا افهم من دي على طول وانا مغمض ان هو بيدعو الأمة ان هم مصدر السلطة، هم ان احسنت فاعينوني وان اسأت فقوموني. يبقى هو هنا بيخلي الايه، بيخلي الشعب هو اللي ايه، هو اللي يقول رأيه، هو اللي بيحرك الحاكم وبيطلب منه يعمل ايه وما يعملش ايه اللي فيه مصلحة الدولة. يبقى دي الأمة مصدر ايه؟ الأمة مصدر السلطات. نشوف حاجة كمان برضو، ها إيه؟ طبعا دي الخطبة هنا فيها حاجات كتيرة يا شباب، يعني أهم الصفات اللي ينبغي أن يتصف بها الحاكم هتطلعوها، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، كل ده موجود فين؟ في حصتكم اللي احنا كنا بنشرح لكم فيها. احنا كده سيبنا الخطبة وهندخل في العنوان اللي لونه أخضر ده في الصفحة، اللي هي الحروب الردة. تعال نشوف بقى كده، بيقول لك لا شك أن حركة الردة مالها؟ من أكبر التحديات التي واجهت الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول. بصوا كده يا شباب، قبل ما أدخل في إجابة السؤال ده، هقول لكم على حاجة قبل ما أنساها. بعد وفاة النبي، الدولة الإسلامية أول تحدي، ركزوا، أول تحدي واجه المسلمين أو واجه الدولة الإسلامية، ها، بعد وفاة الرسول، أول تحدي، مش حروب الردة، لأ، أول تحدي هو اختيار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني تحدي واجه الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول هو حركة إيه؟ حركة الردة. تاني إيه؟ تاني تحدي، تمام؟ إنما لما يجيب لي ويقول لي أول تحدي واجه خلافة أبي بكر أو حكم أبو بكر للدولة الإسلامية، يبقى هنا بيسألني على أول مشكلة واجهت أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة، يبقى هي إيه؟ حروب الردة. فهمتوا معايا؟ طيب السؤال بقى هنا بيقول لي إيه؟ لا شك أن حركة الردة من أكبر التحديات اللي واجهت الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول، وترجع أنواعها بشكل رئيسي إلى أسباب إيه؟ هو حركة الردة لها أنواع؟ آه لها أنواع. بصوا كده معايا، نوع حركة الردة، انتشرت حركة الردة في شبه الجزيرة العربية، وكان المرتدون نوعين. اقروا معايا كده يا شباب اهو، قوم ارتدوا وقالوا احنا مش عايزين ندفع الزكاة. طب دفع الزكاة هنا طبعا دي بجواها حاجات كتيرة، ناحية ايه؟ ناحية اقتصادية، مش عايزين ندفعهم، يبقى ناحية اقتصادية، وفي نفس الوقت عدم فهم الدين، عدم فهمهم للدين ونصوص القرآن، عشان كده بيقولوا ايه؟ احنا نبقى مسلمين اه بس ما ندفعش الزكاة. يبقى انا خدت هنا ناحية ايه؟ ناحية اقتصادية، وفي نفس الوقت ها مفيش هنا معرفة بايه؟ معرفة كاملة بنصوص القرآن وبالدين بتاعهم اللي هم بيؤمنوا بيه. وقوم ادعوا ايه؟ ادعوا النبوة، اللي هم ايه؟ عايزين الزعامة. طيب انا شرحت لكم ايه؟ ها؟ شرحت لكم الحتة دي صح؟ يا ريت
عشان احس ان انتوا معايا فعلا، الاقيكم كاتبين لي الاجابه. هتختاروا يا ترى؟ هتختاروا الناحيه الاقتصاديه والدينيه، ولا السياسيه والعسكريه، ولا الاقتصاديه والعسكريه، ولا الدينيه والعسكريه؟ ها هشوفكم بقى يا حبايب قلبي، اخترتوا. انا غششتها لكم اهو، قلت لكم فيها ناحيه ايه هنا؟ ناحيه اقتصاديه ومفيش فهم للقرآن، يبقى انتوا شوفوا بقى تختاروا انتوا ايه. طيب، اي من المناطق الآتية لم ترتد عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفتكروا الارتداد عن الإسلام طال كل الجزيرة العربية، طال كل الجزيرة العربية من الشمال للشرق للجنوب، بس يا ترى؟ انا ما قلتش ناحية ايه، يبقى هي دي الإجابة. طبعا الغرب لم تطل حركة ردة، الناس اللي موجودين في غرب الجزيرة كانوا سلام، كانوا مية مية. اللي هي مين بقى؟ اللي هي بلاد ايه؟ بلاد الحجاز، زي ما موجود عندكم اهو في الإجابة رقم ألف، هي بلاد ايه؟ بلاد الحجاز. اللي هي مين بلاد الحجاز؟ مكة ويثرب والطائف، لأن كانت ايه؟ كان النبي موجود، كانوا موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فده بيوضح إن قرب النبي عليه الصلاة والسلام كان عامل برضو من العوامل التي منعت وجود حركة ردة في هذه المنطقة. طيب تعال ناخد السؤال بس بشكل تاني، تعال ناخد السؤال بس بشكل تاني، يا إما يجيب لي المدن مكة ويثرب والطائف، يبقى أنت عارف إن هي مدن الحجاز، يا إما الحجاز يا إما دي. طب وفي سؤال أهو، شوفوا الخريطة اللي قدامكم دي، قدامكم البحر الأحمر، نجيب القلم ونحدد، قدامنا البحر الأحمر اللي أنتوا شايفينه ده، صح؟ ده البحر الأحمر أهو. طيب البحر الأحمر ده بيقول انتشرت حركة الردة في شبه الجزيرة العربية عدا الأجزاء الغربية، الأجزاء الغربية من البحر الأحمر. القريبة منين؟ من مين؟ من البحر الأحمر. الأجزاء الغربية اللي هي قلنا يثرب ومكة والطائف، هي غربها مين؟ غربها البحر الأحمر، يبقى هنا ساحل البحر الأحمر مش ساحل خليج عدن ولا بحر العرب ولا الخليج العربي. ندخل في مسيلمة الكذاب ونستنتج. ادعاء كل من الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب للنبوة بيدل على ايه؟ بيدل على ايه يا شباب؟ بيدل على ان القوى الخارجيه، يعني اعداء الدوله الاسلاميه من الخارج، هم اللي عملوا كده، هم اللي ورا الموضوع ده، ولا علشان السبب هو التنافس على الزعامه، تنافسهم على الزعامه، ولا علشان هم مش فاهمين نصوص القران الكريم، ولا عشان ضعف ايمانهم؟ بصوا كده، انا عارفه ان انتم معظمكم هيقول ايه، إيه والله ممكن يبقى في تحريض للقوى الخارجية بس. طب احنا هنقول ممكن، هنقول ممكن، ما احنا قلنا ممكن الإجابة كلها تبقى الأربعة صح، بس عايزين الدقيق. ممكن يبقى في حد بيحرضهم، بس ده حاجة ضعيفة شوية، لأن دول شخصيات المفروض إن هم مسلمين وقالوا لك لا أنا نبي. طيب أنا نبي، طبعا أنا نبي دي بتدل على إن هم بيسعوا لحاجات كتيرة قوي. طيب هل التنافس على الزعامة؟ آه، ده هنا كده تنافس على الزعامة خالص، كل واحد فيهم عايز يبقى هو الزعيم. عدم فهم نصوص القرآن، ضعف الإيمان، هم والله اه ضعاف الإيمان ولا فاهمين حاجة فين في نصوص القرآن. طب نختار مين يا مس فايزة؟ الأربعة ما هم يعتبروا يعني فيهم صح. لا، أنا هختار التنافس على الزعامة، وهقول لك ليه اخترت التنافس على الزعامة. بيقول لك ادعاء الأسود العنسي، هو عارف إن هو مش نبي، هو عارف إن هو مش نبي وبيدعي إن هو نبي، علشان عايز نفسه في إيه؟ نفسه في إيه؟ نفسه انه يبقى زعيم، نفسه ان الكل يبقى تحت ايه؟ تحت حكمه، تحت قيادته، تحت الاداره بتاعته. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا كل حاجه في دماغه راجعه لايه؟ راجعه ان هو عايز يتنافس على ايه؟ يتنافس على الزعامه. نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده. حظي الكثير من المتنبئين، قصدي المتنبئين هنا ايه يا شباب؟ المتنبئين اللي هم بيدعوا النبوه يعني. حظي بدعم وتأييد من القبائل اللي بينتموا اليها، وقيام القبائل بذلك يرجع لأسباب إيه؟ تفتكروا أنتوا يا شباب دلوقتي مثلا الأسود العنسي من قبيلته كلهم وقفوا جنبه وقعدوا يشجعوه وإيه؟ ومبسوطين قوي من اللي هو بيعمله. طب القبائل دي شجعته ها ووافقت على اللي هو بيعمله، إحنا كنا من شوية بنقول إن هو عمل كده عشان عايز الزعامة. طب الزعامة دي ناحية إيه يا أولاد؟ ناحية إيه؟ الزعامة فيها ناحية إيه؟ ناحية سياسية، أنا اللي بحكم، وناحية إيه تانية؟
ناحية اجتماعية، ان انا بقى ايه الزعيم على الايه على المجموعة اللي انا فيها، يبقى فيها ناحيتين، ناحية اجتماعية وناحية سياسية. يبقى الاجابة وانا مغمض من غير بقى ما اقعد اقرا دينية واقتصادية، ما فيش فيها دين خالص، هم اصلا نزل عليهم الوحي ولا هم هيعملوا حاجة في الدين مثلا، هيجددوا في حاجة. ناحية اقتصادية، اقتصادية يعني ممكن تبقى اقتصادية ان هم لما يبقوا زعماء بطريقة غير مباشرة هيستفادوا، بس هو كاتب لي هنا دينية، يبقى انا هستبعدها خالص لان مفيش حاجة فيها دينية. اقتصادية وعسكرية، هي ناحية عسكرية هو هنا راحوا فتحوا واللي عملوا ما عملوش حاجة، يبقى انا هستبعدها برضو. اجتماعية واقتصادية، لا هم بيحكمهم، هم هيبقوا هم ايه، هم اللي يعني بيتولوا قيادة الدولة، قيادة الايه القبيلة اللي هم فيها. يبقى دي ناحية ايه، ناحية اجتماعية وسياسية. إيه نشوف السؤال اللي بعد كده. السبب الرئيسي لظهور حركة الردة، السبب الرئيسي لظهور حركة الردة، يا ترى هي حركة الردة؟ تعال نشوف كده الأسباب وبعدين نشوف السبب الرئيسي. أسباب حركة الردة إن هما كانوا مرتبطين بوجود النبي في وسطهم، فلما توفاه الله رجعوا إيه، انقلبوا بقى إيه على أعقابهم، وضعف الإيمان وعدم فهمهم لنصوص القرآن وحنينهم للجاهلية وعايزين يهربوا من تكاليف الإسلام، كيد القوى الخارجية للإسلام والتنافس على الزعامة. لو أنتوا فاكرين اللي كان متابع معايا هيلاقي إن إحنا كنا قسمنا الأسباب دي لأسباب سياسية وأسباب اجتماعية وأسباب دينية، مش هقسمها دلوقتي علشان تروحوا برضو تفتحوا الحصة. طيب السبب بقى الرئيسي تفتكروا أنتوا إيه؟ هو جايب لي كل الأسباب، كل الأسباب دي جايبها لي. تفتكر أنتوا من عقلكم أنتم يا شباب وتفكيركم أكتر سبب نقدر إن إحنا نختاره اللي يترتب عليه الأسباب التانية هو إيه؟ هو وفاة مين؟ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما زي ما يكون حد كبير، حد كبير كان هو اللي بيقود الإيه؟ بيقود العيلة، فالكل ماشي تبعه، إما حبا فيه وإيمانا باللي هو بيقوله أو يعني مثلا بيعمل له حساب. فالنبي عليه السلام لما توفاه الله اللي هو المنافق وقليل الايمان وعدم اللي هو اللي مش فاهم ايه، اللي عنده ضعف في ايمانه ومش فاهم نص القران، ظهر على حقيقته بعد وفاه النبي. يبقى اذا وفاه النبي هو السبب في ايه، في ظهور حركه الرده. نشوف السؤال اللي بعد كده. كان الحنين الى الايه الجاهليه، حنينهم للجاهليه، الرغبه في الهروب من تكاليف الاسلام، زي ما انت بتبقى كسلان تقوم تصلي، يا لسه هقوم اصلي، يا لسه هعمل معرفش ايه، ده يا ترى احد عوامل قيام حركة الردة من ناحية الايه؟ اللي هيجاوب السؤال ده معايا اللي كان حاضر حصة الشرح. الحنين للجاهلية والرغبة في الهروب من تكاليف الاسلام، هل هو احد عوامل قيام حركة الردة من ناحية الادارية؟ لا. الامنية؟ لا. السياسية؟ لا، مفيش في سياسية. امال ناحية ايه؟ الناحية النفسية، الناحية النفسية. مش فاهم؟ إيه ارجع للشرح، ده اللي انا هقدر اقوله لك. إيه انا عايزه اخلص لكم اكبر قدر من الاسئله يا رب كده ان شاء الله. ها، من اشد اسباب الرده خطر. هنا بقى ما بنتكلمش على ايه اكتر الاسباب في قيام الرده، انا بتكلم دلوقتي على حاجه تانية. بقول اخطر، اخطر سبب، ها، اخطر حاجه من الرده على الدوله الاسلاميه. اشد اسباب الرده خطر على الدوله الاسلاميه. احنا شفنا اسباب الرده اهي، اخطر واحد بقى فيهم على الدوله الاسلاميه ايه؟ ها، اخطر واحد ضعف ايمان بعض المسلمين، ولا التنافس على الزعامه، الحنين للجاهليه، عدم فهم نص القران. تفتكروا انتوا ايه يا شباب؟ ها، طبعا ممكن حد يقول يا ناس هو ضعف ايمان بعض المسلمين ده اكتر حاجه خطيره على الدوله الاسلاميه. لا مش خطيره ولا حاجه، الدوله الاسلاميه عمرها ما هتبقى قويه بناس ضعيفه، صح؟ مش محتاجة الناس الضعاف دول، زي صلح الحديبية بالظبط. نربط بين صلح الحديبية، بين بنود صلح الحديبية والسبب ده، ممكن نربط ما بينهم. إن النبي عليه السلام في صلح الحديبية لما قريش اشترطت عليه إن يرجع، اللي يرجع في الإسلام، ها، يرجع لقريش، ما يرجعوش لسيدنا محمد، اللي يرجع في دينه في الإسلام ويرجع ويروح لقريش، قريش مش هترجع له محمد، والعكس صحيح. النبي ما زعلش وما اتضايقش، المسلمين اتضايقوا، بس النبي قال لهم إيه؟ قال لهم الدولة الإسلامية أو المسلمين، ما كانش لسه بقى في دولة، المسلمين مش في حاجة لمين؟ لحاجة لضعاف الإيمان أو المنافقين، تمام؟ طيب الحنين للجاهلية، ما هوش ده هيبقى خطر، مش هيبقى خطر على الإيه؟ مش هيبقى خطر على الدولة الإسلامية، لأنه زيه زي مين؟ زي ضعاف الإيمان.
عدم فهم نص القرآن، ممكن ان احنا نقعد ونفهم الناس دي القرآن بيقول ايه، ونفهمهم الصورة بتقول ايه والكلام ده كله. انما اخطر حاجة يا اولاد، اخطر حاجة مش بس على الدولة الاسلامية، هي التنافس على الزعامة. اخطر حاجة على مستواك الشخصي، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، التنافس على الزعامة. لو كل واحد كان عايز هو اللي يبقى هو اللي بيصل للحكم، ده يبقى الدولة هنا كده ضاعت، الدولة ما يبقاش فيها استقرار، صح؟ لأن هيبقى فيه حرب، هيبقى فيه دم، عشان كل واحد عايز هو اللي يوصل للإيه؟ يوصل للحكم. يبقى أخطر سبب هو التنافس على إيه؟ التنافس على الزعامة. طيب نشوف، كان لحركات الردة أثر سلبي على الدولة الإسلامية من الناحية، كان لحركات الردة أثر سلبي على الدولة الإسلامية من الناحية الإيه؟ تفتكروا من الناحية الإيه؟ بصوا كده نشوف الأسباب مع بعض، السياسية والدينية، ده كان أخطر حاجة، ولا الأسباب الأدبية والتربوية، ولا النفسية والصحية، ولا العلمية والثقافية؟ طبعا في حاجات هنستبعدها من غير ما نفكر، ما شفناش حاجة علمية وثقافية من حركة الردة إن هي تأثر على الدولة الإسلامية. النفسية والصحية لا، يعني مش دي اللي هتأثر على الدولة الإسلامية، صح؟ طيب الأدبية والتربوية، مفيش في أدبية وتربوية، يبقى هي الناحية الإيه؟ الناحية السياسية. الناحية السياسية إن الدولة هتضيع، والدينية إن هم مش فاهمين لا نصوص قرآن ومرتبطين بالنبي، يبقى ده إيه؟ يبقى كان لحركات الردة أثر سلبي على الدولة الإسلامية من الناحية السياسية والناحية الدينية، من يدعي النبوة واللي هم بيقولوا مش هندفع الإيه؟ مش هندفع الزكاة، دي ناحية سياسية وناحية دينية. السؤال التالي اللي بعد كده، ندخل بقى في إيه؟ في حروب أبي بكر الصديق للمرتدين. إصرار الخليفة أبي بكر الصديق على محاربة المرتدين، ها؟ دليل على تميزه، كان بيتميز بإيه سيدنا أبو بكر الصديق في محاربته للمرتدين؟ بيتميز بالقوة والعنف، عشان انا هحاربهم يبقى هو في قوه؟ لا طبعا، عمر ما كان سيدنا ابو بكر الصديق بيتميز بالعنف. القوه والعدل، طيب هي حروب الرده فيها قوه وعدل؟ هو عايز ينشر عدل؟ لا، ما كانش فيها عدل اصلا. هل الشده والحزم، النصح والمشوره؟ طبعا ما فيش فيها نصح ولا مشوره، هي شده والحزم. جبناها منين يا شباب؟ جبناها منين؟ بصوا كده، لعلك تتساءل عزيزي الطالب عن موقف ابي بكر من هؤلاء المرتدين. اتخذ ابو بكر موقف حازما، حازما، حيث قرر محاربة هؤلاء المرتدين. يبقى هو موقفه كان موقف ايه؟ في حتة حزم اهي، يبقى هي الحتة بتاعت الشدة والايه؟ الشدة والحزم. نشوف مع بعض السؤال التالي، وهو تباين موقف سيدنا عمر بن الخطاب في التعامل معه. دي حتة جديدة يعني انا قلتها واحنا كنا بنشرح، اللي هي ايه بقى؟ ها؟ اللي هي حتة ايه يا شباب؟ سيدنا عمر هنا لو جينا نشوف، هو ان هو كان عايز اهو، شوفوا كده اهي واحنا بنقراها مع بعض. الصحابه اشاروا عليه، منهم سيدنا عمر بن الخطاب اشار على سيدنا ابو بكر بان يتركهم، ها، وبعد كده الايمان كده كده هيالف قلوبهم ويرجعوا تاني لعقلهم وكلام من ده. يبقى في هنا لين من سيدنا عمر، في حين ان سيدنا عمر بن الخطاب اتخذ موقف عكس الموقف ده مع المرتدين. يبقى كان في هنا لين من سيدنا عمر مع المرتدين، بينما موقفهم مع اليهود، ها، ان هو ما عادش انتهى وجود اليهود في شبه الجزيره العربيه في عهد الخليفه عمر بن الخطاب. يبقى اذا الاجابه ايه؟ تباين موقفه مع المرتدين كان لين، ماشي، لا مش ده طبعا، ها، مع المرتدين ومع مين؟ ومع اليهود. هنا اللين وهنا الايه؟ اكتزهم من جزرهم وخرجهم من شبه الجزيره العربيه. السؤال التالي، خطورة واتساع حركة الردة، دفع أبو بكر الصديق إلى إيه؟ أنتوا شايفين يا أولاد، بصوا كده بيقول لك هنا إيه؟ وبعد أن استقر الرأي على محاربة المرتدين لتثبيت دعائم الدولة، يبقى أنا السبب في محاربة المرتدين إيه؟ الخوف على مين؟ خوف على الدولة، على إن الدولة، ها، تضيع، الدولة تنهدم، يبقى هنا ناحية سياسية، عشان لو جانا سؤال يعني في الحتة دي. فأعد أبو بكر عدة جيوش بقيادة إيه؟ ها، صحابة الرسول عليه السلام، وعلى رأسهم القيادة العامة لمين؟ لخالد بن الوليد، زي ما موجود عندك اهو. طب هو عمل كام لواء؟ 11 لواء، 11 جيش خرجهم، على كل جيش اهو 11 اهو يا ولاد، على ايه؟ على كل لواء قائد، واللواء بقى كله بقى يعني القيادة العامة لخالد بن الوليد. والسؤال على خالد برضه، في سؤال على خالد. طب هو قسمهم ل 11 لواء ليه؟ كتير قوي 11،
يبقى ده نستنتج منه ايه؟ نستنتج منه ان اكيد حركة الردة كانت خطرة، كانت خطيرة قوي، صح؟ يبقى انا عندي دلوقتي خطورة واتساع حركة الردة، دفع ابو بكر الصديق الى ايه؟ لسه هنا اهو، تقسم ايه؟ تقسم القوات الاسلامية الى 11 لواء ولكل لواء امير، تمام؟ دي الاجابة بتاعت السؤال من الكتاب نفسه. هيجي يسألنا يقول لنا ليه اختار خالد؟ كنا قلناها في الشرح، خالد طبعا لما كان له من ايه؟ ان هو كان قادر ومخطط عسكري داهية، وشفنا ده في غزوة ايه؟ مؤتة، لما انقذ جيش المسلمين من الروم. يمكن ان نصنف حروب الردة انها كانت بمثابة ايه؟ يا ترى حروب الردة دي بنصنفها انها كانت بمثابة ايه؟ حرب تمهيدية، حرب استنزاف، حرب باردة، حرب استعمارية. طبعا هي كانت حرب تمهيدية، تمهيد لايه يا مس فايزة؟ تمهيد ان هي بعد كده كانت دي تعتبر بداية للجيوش الإسلامية ان هي تخرج خارج شبه الجزيرة العربية وتفتح البلاد الإسلامية، حركة الفتوحات اللي هنشوفها المرة الجاية إن شاء الله في مراجعتنا مع مس سحر بإذن الله المرة الجاية في مراجعة الفتوحات الإسلامية بإذن الله، هتعرفكم بإذن الله، وهي كمان كانت شرحت لكم الجزء ده. هنلاقي إن الفتوحات الإسلامية كانت إيه؟ كانت إيه؟ هي حرب الردة أو الحروب بتاعت حرب الردة هي كانت المفتاح أو البداية للحروب اللي بعد كده أو الفتوحات اللي بعد كده. يبقى إذن كان في ناحية إيجابية، ناحية إيجابية من حروب الردة، ده نواحي إيجابية كتيرة، في نواحي إيجابية كتيرة من ضمنها هنشوف في السؤال ده. كان من نتائج حروب الردة جوانب إيه؟ جوانب إيجابية، منها العمل على إيه؟ على اتساع حدود الدولة ونشر الإسلام، أي مما يأتي ارتبط بهذه النتيجة. بالله عليكم يا شباب ركزوا قوي في الحتة دي، بيقول لك اتساع حدود الدولة ونشر الإسلام. اتساع الدولة ونشر الإسلام هيجي نتيجة إيه؟ نتيجة توحيد القبائل؟ لا، قدرة الخليفة أبو بكر على قيادة الدولة؟ لا، هو ده كله صح، التوحيد بيؤدي للاتساع فعلا، الجبهة الداخلية تبقى قوية، يبقى فيه بعد كده فتوحات، ماشي تمام. الخليفة قادر على الدولة ان هو يقدر يعمل فتوحات، تمام صح. تدريب الجيوش الإسلامية على خوض المعارك، تمام. ما هم كل دول كلهم نتائج حركة الردة، كلهم نتائج إيجابية لحركة الردة، إنما الإجابة هي انطلاق الجيوش خارج شبه الجزيرة، دي الإجابة. طب يا ميس فايزة ده كلهم صح، أنا اخترت ليه انطلاق الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة؟ ما هو اتساع حدود الدولة، شوفوا بصوا كده، بصوا اهي انطلاق، اهي اقروا معايا كده، انطلاق الجيوش الاسلاميه اللي هي في السؤال، اللي هي في السؤال، انطلاق الجيوش الاسلاميه خارج شبه الجزيره العربيه لنشر رساله الاسلام اليه، ها، والدعوه الى الاسلام، ها، دي ادت ايه؟ اهي مظبوطه، اهي اهي انطلاقها اهي ادى الى ايه؟ ادى الى اتساع حدود الدوله الاسلاميه ونشر الاسلام. دي اللي موجوده، دي اللي ربطناها بدي، يبقى احنا كل حاجه موجوده عندنا في الكتاب، مفيش حاجه بنجيبها من بره. طيب نشوف مع بعض حتى كمان هنشوفها في السؤال اللي جاي. من النتائج السياسية التي حققها انتصار المسلمين في حروب الردة، طبعا النتائج دي برضو كنا احنا قسمناها الى نتائج اجتماعية ونتائج سياسية ونتائج عسكرية، برضو ارجعوا لحصة الشرح. من النتائج السياسية اللي حققها انتصار المسلمين في حروب الردة سياسية، هل نشر الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية؟ ولا إعادة وحدة القبائل العربية؟ بتكلم عن الناحية السياسية يا ولاد، ها؟ بتكلم على الناحية الإيه؟ على الناحية السياسية، ولا بروز بعض القادة؟ ولا دفع المرتدين الزكاة؟ رجعوا دفعوا تاني الإيه؟ دفعوا الزكاة. طيب دي هتبقى إيه؟ ها؟ بقول من النتائج السياسية اللي حققها انتصار المسلمين. طبعا لما اقول نشر الجيوش الاسلاميه خارج شبه الجزيره العربيه دي ناحيه عسكريه، يبقى هنستبعدها. القاده العسكريين ناحيه عسكريه. الدفع المرتدين للزكاه دي ناحيه دينيه مع اقتصاديه، بس هي في الاساس دينيه لانهم رجعوا تاني للدين بتاعهم. يبقى هي الاجابه من الناحيه السياسيه ايه؟ وحده القبائل، اصبح الدوله الاسلاميه اهي بصوا كده، فقد اعادت الحروب التي واجهها ابو بكر الصديق بكل حزم وقوه، اجابه السؤال التوازن للموقف الإسلامي والاتحاد تحت قيادة المدينة النبوية. يبقى أنا عندي هنا اتحاد، وموجودة عندنا هي كمان في الإجابة بتاعت اهي في نتائج الحروب. السؤال اللي بعد كده عشان وقتنا خلص. طبعا أنا لما أجي أتكلم على ايه
غرس الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين الفاتحين. احنا كده بنتكلم على فلسفة الفتح وبنتكلم على مبادئ الفتح. النبي عليه الصلاة والسلام عشان الحس خلاص غرس الرسول في نفوس المسلمين الفاتحين انه لا فضل ايه العربية على اعجمية الا بالتقوى. بذلك حقق الفاتحون مبدأ ايه؟ مفيش عربي له فضل على واحد غير عربي مش من العرب الا بالتقوى، الا لو كان هو كويس قوي من الناحيه، قلبه سليم من الناحيه الدينيه. يبقى احنا هنا غرسنا ايه؟ النبي غرس هنا ايه؟ غرس التراحم ولا الكرامه ولا التكافؤ ولا المواطنه؟ يبقى كل واحد زي التاني له حقوقه وله واجباته، له حقوق وعليه واجبات. يبقى انا هنا مبدا ايه؟ مبدا المواطنه، كلنا متساويون او متساوون. ها طيب نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده. قال النبي لا فضل العربية على أعجمية إلا بالتقوى. يعني دي أنا جايبة لكم في نفس الحتة أكتر من سؤال عشان أعرفكم إن مش لازم يجي السؤال بنفس الحذافير. أنت شفت السؤال كده المس جايباه يبقى هيجيلك كده، لأ. إحنا بنديلكم الأفكار اللي ممكن السؤال يجي بيها عشان لما تيجي تذاكر تبقى أنت عارف هيجيلك إزاي. في ضوء ذلك يؤكد النبي على عدم إيه؟ هنا بنؤكد على عدم التمييز العنصري، التفاوت الطبقي، التعصب الديني، الصراع الديني. طبعا هنا بنأكد على ايه؟ على ها عدم، بقول عدم عشان ما حدش يقول ازاي مس فايزه بنأكد على التمييز العنصري، لا بنأكد على عدم التمييز العنصري، لان دول عرب ودول غير عرب. يبقى هنا في ده عنصر وده عنصر، ما فيش تمييز ايه عنصري. من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للفاتحين لا تغيروا عليهم ليلا كي لا تروعوا النساء والاطفال. الوصية السابقة تدل على حرص الرسول على عدم قتال مين؟ قتال المتطرفين، قتال الإرهابيين، المتشددين، المدنيين السلميين. طبعا احنا هنا المفروض كل دول احنا ملناش دعوة، احنا ما بندعوش للايه؟ للدم وسفك الدماء. ربنا هو اللي بيحاسب العبيد. انما في العبارة في وصية النبي هنا لا تغيروا عليهم ليلا كي لا تروعوا النساء والأطفال، هم أضعف حاجة. والنساء والاطفال دول اضعف حاجه في المجتمع، وفي نفس الوقت ناس سلميين، دول مدنيين. يبقى الاجابه ايه؟ حرص النبي على عدم قتال مين؟ المدنيين السلميين. عدم قيام المسلمين بهدم الاثار، ده يعتبر اخر سؤال. عدم قيام المسلمين بهدم الاثار والمنشات الفرعونيه عند دخولهم مصر يرتبط باي من وصايا الرسول؟ هنا بقى ما جبتلكش الوصيه بتدل على ايه، انا جبتلك وحاجة فعل المسلمين عملوه نتيجة وصية النبي. طب ايه بقى الوصية اللي النبي وصاها؟ هل هو قال لهم، هو قال لهم لا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا نخلا، لا تحرقوا زرع ولا تقطعوا نخل. طبعا احنا كنا قلنا في الوصية بتاعة النبي دي ان هو بيدعو لايه؟ بيدعو لاعمار الارض، صح؟ يبقى دي ما فيش فيها ايه؟ لا تهدموا بيتا او معبدا، يبقى هنا برضو بيدعو لعدم التخريب. لا تقربوا رهبانا تفرغوا للعبادة، ايه هنا؟ حرية الايه؟ حرية العبادة. طيب لا تغيروا عليهم ايه؟ لا تغيروا عليهم ليلا، اللي هي حتة الايه؟ الترويع والامن، نحسسهم بالامان. يبقى انا عندي عدم هدم المنشآت ده مرتبط بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي ايه؟ لا تهدموا بيتا او معبدا. وكده مراجعتنا انتهت، اتمنى لكم كل التوفيق والخير ان شاء الله، ومعاكم المرة الجاية يوم الاثنين ان شاء الله الساعة 6 مع أستاذتنا العظيمة الأستاذة سحر. وأشكركم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.